هلو جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد عن فري فاير. طبعا هذا اول فيديو اللي بكون عم بحكي، هذا اول فيديو. اليوم حنعطيكم 10 نصائح تفيدكم باللعب وان شاء الله تصيروا محترفين بعدها. فانا حفوت الجيم ونعطيكم النصائح. يا وقت افوت الجيم ارجع لكم. انا هيك رحت من الجيم، بدنا ننزل مكان بعيد شوي مشان نقدر نشرح لكم النصائح صح. هنا 10 نصائح حيكونوا، طبعا اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم النصيحة او لا. إذا عجبتكم إنه أعمل سلسلة من هاي الفيديوهات، إنه أشوف النصائح، إنه أشوف نصائح تانية باللعب، برد أشرح لكم إياها إذا في نصائح تانية غيره، أعمل فيديو تاني، أكتبوا لي بالتعليقات وإذا استفدتوا من هاي النصائح. طبعاً يا ما لازم نلاقي جلول، جلول جلول، يلا، أول نصيحة مثلاً وقت بدك الدرع مع الناس مثلا. هلا انا راح اعتبر هاد بيت ورا في زلمه مثلا. انا ما بعرف هاي النصيحه اللي اعملكم عليها، بروح بدر عمله هيك انه ايزي يقتلني. اما لا، هاي النصيحه اللي اعملكم عليها بتساويكم صح. مثلا اذا انتم مثلا اخر اثنين وكان في نطفن حدا، تمسكوا الجلول ضروري راكدين فيها حتى لو ما لكم شايفينه، انه بعيد بليزركم سكوة وتشوفوا دبرحتوه. ما يقول نصيحة، ضلوا ماسكين الجلول وتكوا فينا. تاني نصيحة، طبعا لازم نعرف نستوعب، هاي العصاية لازم تكون ورا ظهرك. مثلا انت هلا مثلا انت وراكي مو تعمل هيك وتمسكها، لا شي غلط. ها هيك سلاح وروح عادي بيكون انه مثلا هذا اللي وراك ورا البيت بيضربك عليها، يعني بيجوا طلقات فيها ما بتجي ولا طلقة فيه، يعني ما بتتدمه الا اذا كان جايبك هيد شوت. هي صفيت. هلا النصيحة الثانية الثالثة قصدي، هلا روح لازم عبيت الحظيرة، لانه هي بيوت الحظيرة اكثر صنع عبيت الحظيرة. طبعا يا معه أول شي ما بتفوت إجباري لازم تعتذر، بتشوفوا إذا في حدا مثلا إنه عم تلعبوا راند، في حدا يفوتكم إنه حاطط فخ، بتعملوا هيك إنه نطيتوا خلاص شفتوا الفخ، يمكن يكون منحط شوي، فوتوا عليه الغرفة دائما ونططوا فيها كلها، خلاص ما فيك تطلعوا له. هاي هي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة كمان بتتأكد هي من الفخ مثل ما قلتلكم هون بهاي البيت. مثلا لازم يكون معك جلول، إذا بدك يكون معك جلول أو عادي الدرع عادي. في جلول هنا؟ لا. مثلا في واحد انا ضدي فوق بالبيت، بستعمل خاصية له اذا معي جلول دغري بحطها هون انه بتخبى فيها، اذا معي جلول بروح ورا هي الخشبة دغري، ما بستنى هو مستنيني هون، يعني بستناني طلع راسه بحطه هيد شوت. هذا الشيء صح. النصيحة الخامسة لازم كل مثلا انت مواجه واحد قدامك، حاشاكم كيف مثلا هاي الشجرة اللي قدامي هو الزلمة، انا لازم اكون اخذ كفر عليه. مثلا مو هيك انه يكون اقتلني انه تلو اقتلني، لا خذ كفر عليه. مثلا حتى لو هاي القرنة مسكها مسك عليه، سيارة شجرة ولا البيت، هي لازم يكون ماسك كفر اذا كان حدا ضدك. واذا كان معه جلول حطه كمان، يعني فيك فيك لازم تكفر حالك. نصيحة سادسة، لا تواجه القريب بسلاح غير اللي يكون للقريب، بس للاس ام جي والشتقة. يعني هلا انا معي سكار، اعتبر هالسيارة هاي، اجي واجهه بالسكار غلط، لا واجهه بالاس ام جي والشتقة، هذا الصح. اذا ما كان معك انه غير انه سكار وهي عادي، واذا كانوا خالصين طرفك كمان عادي، مو انه تكون معك اس ام جي والدرع، هذا غلط، هذا كتير بخليك انك تموت، هذا نسبتك انك تموت كتير عالي. نصيحة السابعة، هلا وقت يكون في ضدك واحد مثلا حاعتبر هاي هو وهي الهيد شوت على الزلمة، هذا الزلمة هو الهيد شوت، مثلا انت ايمك لتحت مو تخليها تحت انه هيك عم تصوت على الزلمة، عم تصوت عليه فترة، لا صاع ايمك، صاع ايمك عليه، بتوصل الهيد شوت، حاول تدرب عليه على فاتك على حدا،
بتظبط معك المعلقة، بتضربها بتظبط. النصيحة التامة، وقت بدك تدرع مع شخص روح له بطريقة الزجزاج، لا تروح له هيك انه هيك بس هذا هو هون ورا، لا تروح له هيك انه بيقتلك. اما اذا رحت له بهالطريقة انه هيك 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 بتعمل له هيك خالص، يعني بيروح انه ايمو. نصيحة التاسعة، دائما زي الاماكن فيها اشتباكات، يعني مثلا زي البيك فيها كلوك، يعني مو يعني ما بيعرف معناته اشتباكات، انه زي مكان فيه عالم كتير، لا تتلبك ولا تكون نازل مثلا تشوف الناس تهرب، لا والعب تكون دون فيل عشان تطور من لعبك، هذا الشيء بتطور من لعبك كتير. انك تنزل بيك وكلوك فاكتوري تتدرب على البوكسات، شيء بيطور من لعبك كتير. نصيحة العاشرة، اذا مثلا هاي الشجرة شخص دمجني صار دمي 50، عبي ده دمك استعمل قلقك ودرع عمله، لا تتلبك انه مثلا ترجع تهرب على البيت تستعمل قلقك، لا عبي دمك بنجلي وعبي دمك واطلع له هيك طقه بس. هدول النصائح مع شخص تكونوا استفدتوا منهم، مثل ما قلت لكم تقولوا بالتعليقات تحت اذا استفدوا ولا لا، واذا بدكم كمان نصائح زيادة نعمل فيديو تاني، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك. سلام.